السير ديال المقاطعة ماشي سهل. قبل ما يكون تشريفة وتكليف، الناس داروا فينا الثقة وانتخبوا علينا، والحمد لله حتى المجلس حتى هو دار فيها الثقة وانتخب عليا كرئيسة بالإجماع. ولكن راه مسؤولية كبيرة، مسؤولية للمواطنين، مسؤولية ديال العنا، زعما ماشي شي حاجة سهلة. ولكن الحمد لله احنا غاديين الطريق المستقيم إن شاء الله. المؤسسة هي مؤسسة دستورية عمومية مفتوحة في باب المواطنين لمصلحة المواطنين، وإحنا ما يمكنناش نخليو الإدارة ولا المؤسسة خاوية. راه الرئيس هو كيمرض، هو يكون عنده بعض المسؤوليات خارج المسؤولية ديال المقاطعة، وهما راه مهام ماشي عمل يعني يومي، راه مهام مسؤولية. والحمد لله زعما بالعكس الامور غاديه عاديه، ومن ما كنكونش انا نورمالمون راه النائب ديالي الاول هو اللي كياخذ الرئاسه ديال المقاطعه في الغياب ديالي. كاين الحمد لله بعد واحد الجهاز اداري اللي ما عمره ما كيوقف، يعني كاين رئيس ولا ما كاينش، ولا كاين يعني جهاز اداري كيبقى ديما خدام. كاين سيد مدير المصالح، رؤساء المصالح، حنا كنديروا غير التوجيه وكنديروا كل ما هو يعني استراتيجي، اما العمل اليومي راه جهاز اداري كيديروا. وبيان سور المنتخبين عندهم دور كبير، يعني كاين المكتب ديال الرئيسه، المكتب فيه 6 النواب، كاين النائب الاول، من النائب الاول الى النائب السادس. والحمد لله ملي ما كنكونش انا راه النائب الاول هو اللي كيقوم مقامي، وملي كيكونش نائب الاول نائب الثاني وهكذا. كاين اكراهات ماديه بيان سور، حيت راه كاين بزاف ديال الاشغال اللي خاصنا نديرو، وما كاينش بزاف ديال الموارد الماليه. كاين عاوتاني مشاكل اداريه بحال تسويه الوضعيه ديال مجموعه من الارض، من المرافق الجماعيه بحال الاسواق. كاين مشاكل ديال الازبال، يعني حتى هو مشكل كبير كنبغينا نتغلبوا عليه. واخا عندنا واحد يعني انا واحد الشركه اللي كتكلف بجمع الازبال والنفايات، ولكن ما كيكفيش، خاص واحد التحسيس من طرف المواطنين من هذه الناحيه هذه. والتلوث يعني في بصفه عامه ماشي غير الازبال. وشنو كاين بزاف ديال المشاكل، كاين مشاكل ديال التسير الاداري راه عادي، يعني كاين بعض الموظفين ما كيجيوش، بعض الموظفين ما كيديروش خدمتهم، كاين بعض الاغلاط، يعني هادشي عادي ديال السير العادي ديال اي مؤسسه من المؤسسات اللي كتكون. اللي يمكن لي نقول هو ان الحمد لله بالاراده وبشويه ديال العمل راه كلشي كيسهل وكلشي كيدوز. المواطن خصو يكون عنده واحد الحس ديال المواطنه، حس ديال المسؤوليه، ويتفهم اننا حنا كنا كنعيشوا في واحد المجتمع كاملين في بلاصه واحده. ما نبقاوش نفكروا في هذاك كل ما هو شخصي، يعني داك المصالح الشخصيه، المصالح اللي كتخص غير الواحد، كيقول لك انا من بعدي الطوافان. لا، خاصنا نفكروا في الجميع. وهذا المشكل ديال المنازل الاله للسقوط، ديال الناس اللي نورمالمون كيستافدوا كيرجعوا، خصهم يعرفوا بان اولا هذوك المنازل راه اله للسقوط فعلا، راه كاين الحياه ديال الناس اللي كتكون في خطر. يعني الا قلنا بان راه كاين قرار ديال الهدم الكلي في واحد المنزل، يعني ان الناس ما خصهمش يبقاو فيه، خاص الاخلاء الفوري، حيت يمكن هذاك المنزل يطيح على راسهم ويطيح على وليداتهم، وهذا راه خطر كبير، كيشكل خطر ديال الحياه ديال الناس. ماشي حنا غير جينا وقلنا راه غادي هاد الدار راه الى السقوط خاصها الاخلاء. وبيان سور راه كلنا خصنا نديرو يدينا في يد بعضنا، المواطنين مع المؤسسه ديال الجماعه مع السلطه، راه كلنا في يد وحده. الا ما درناش يدينا في يد بعضنا راه ما غاديش نوصلوا للاهداف اللي خاصنا نوصلوا ليها.